مشاهدينا الكرام، وتاني حواراتنا في هذا الصباح معكم. طبعا احنا عارفين بعد انتهاء شهر رمضان الكريم وانتهاء موسم دراما دسم من الأعمال الدرامية، بيستعد طبعا القائمون على السينما لموسم جديد، وانطلق بالفعل يوم الخميس الماضي بخمس أفلام، هي أفلام العيد اللي هتبقى مستمرة معانا لغاية فصل الصيف. طبعا الأفلام تنوعت بين الأكشن والإثارة والدراما الاجتماعية وأيضا الكوميديا. احنا هنتعرف النهاردة مع الأستاذ حسام حافظ، الناقد السينمائي بجريدة الجمهورية، عن أفلام العيد وأهم الترتيبات لهذه الأفلام، وأيضا الأرباح والإيرادات لهذه الأفلام. صباح الخير وأهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا، صباح النور، كل سنة وحضرتك طيب. يعني خرجنا من العيد، من شهر رمضان، ووجبة دسمة من الأعمال الدرامية. كلمنا أكتر عن أفلام العيد، نزلت بخمس أفلام، أهم هذه الأفلام إيه وأهم السمات المشتركة بينهم؟ هو الحقيقة طبعا هو موسم عرض الأفلام في عيد الفطر من المواسم المهمة جدا في العروض الأفلام في مصر. يعني احنا السنة اللي فاتت مصر انتجت 47 فيلم، كان في الاعياد وفي الصيف اكتر من نص الافلام ديت بتكون موسم عرضها. ودايما البلاد اللي عندها صناعة سينما بتبقى حريصة على المواسم انها بتقدم فيها الافلام الجماهيرية، وشركات الانتاج بتبقى حريصة انها تقدم الافلام اللي بيقبل على مشاهدتها الجمهور. وزي ما حضرتك قلتي في خمس افلام جديدة في العيد، متنوعين من فيهم انواع مختلفه من الاكشن والكوميديا. نعم. طب يعني الكوميديا هي سيد الموقف في السوق، في اكثر من ثلاث افلام من الخمسه هم افلام كوميديا بالزبط. هل ده راجع لطبيعه الشعب المصري ان هو بيبقى خارج من شهر رمضان الكريم بيتلائموا فعلا هي الافلام الكوميديا وبيقبل عليها في فصل الصيف، خصوصا الطلبه والاجازات والناس المسافره وكده؟ هو فعلا الافلام الكوميديه بشكل عام ليها شعبيه عند الجمهور المصري، بدليل طبعا ان التسعينات لما ظهر جيل جديد من الكوميديانات حققوا نجاحات كبيره وايرادات، فده خلى ان الاجيال الجديده كمان من السينمائيين يحرصوا ان هم يقدموا افلام كوميدي. الثلاث افلام اللي حضرتك بتقولي عليهم، يعني منهم مثلا فيلم ليله هنا وسرور لمحمد عادل امام وياسمين صبري. نعم. وهم ليهم تجربه قبل كده في السنه اللي فاتت ونجحت جماهيريا، فكرروا التجربه تاني السنه دي. ياسمين عبد العزيز برضو أبلة طمطم عامله فيلم برضو نازل في العيد، وهي الحقيقة أنها تعتبر تكاد تكون الممثلة الكوميدية الستار، يعني اللي بتقدم فيلم تقريبا كل سنة أو سنتين لوحدها، كمان أنها تقدر تقوم بفيلم كمان لوحدها كبطولة، مش جنب كوميديان تاني يعني. نعم. فده طبعا هي متميزة خالص في المجال ده بين أي حد يعني. والفيلم الثالث لهشام ماجد وشيكو اللي هو قلب أمه. ده فيلم فكرته بسيطة وطريفة، يعني بتحصل عملية نقل القلب شخص لصديقه من أم بطل لصديقه. نعم. فطبعا بتعامل معاه بقى بالقلب الأم والحنان الأم بالظبط. بتحصل مفارقة من كده، وهشام وشيكو وفهمي ثلاثي يعني كانوا في فترة يعني من حوالي أربع خمس سنين يعني عملوا مجموعة أفلام نجحت نجاح جماهيري كتير، وهم من الجيل الجديد، إلا أن كريم يعني استقل شوية عنهم. لكن هشام وشيكو أحمد فهمي فهمي استقل عنهم، بس هشام وشيكو استمروا مع بعض بيعملوا. طب هل انت شايف ان ده اثر على نجاحهم هما ثلاثة وبعد انفصالهم كثنائي، ولا ممكن بعد كده مثلا زي ثلاثي اضواء المسرح انهم كل واحد ينطلق ويعمل الفيلم لوحده؟ اكيد هما عندهم من الموهبة والقبول الجماهيري، بحيث ان هما
يقدموا، ممكن كل واحد يعمل افلام، لكن هم كمان بيقدموا الفكره والسيناريو والقصه كمان، يعني هم مش بينتظروا حد يكتب لهم، ودايما بتبقى افكارهم جديده وبتخاطب الشباب بيقبلوا عليها، يعني زي حمله فريزر بالظبط. افلام عديده فعلا. فبيحققوا نجاح جماهيري، والشباب طبعا اللي هم الجمهور الاساسي للسينما في العيد بيبقى حريص على ان هو يشوف الافلام اللي هي فيها افكار جديده. طب لو اتكلمنا عن افلام الاكشن او الدراما الاجتماعيه، عندنا فيلم كارما والفيلم الاكشن حرب كرموز. تمام. هو يعتبر طبعا المخرج خالد يوسف من المخرجين اللي بيقدموا افلام جماهيريه، يعني صحيح هو تلميذ الفنان الكبير المخرج يوسف شاهين، لكن هو حريص على ان هو يبقى اكثر جماهيريا يعني بافلامه. هو عنده طبعا اهتمام بالمشاكل الاجتماعيه واحيانا السياسيه، لكنه حريص ان هو يقدم التوليفه اللي هي بيقبل على مشاهدتها الجمهور. يمكن ده الفيلم بعد فتره من انتاجه واخراجه الفيلم كف القمر، وممكن ان هو بيتناول الفيلم قصه عن المسيحيين والمسلمين من خلال فتاه مسيحيه بتتجوز رجل مسلم، وبيشوف كل ابعاد هذه المشكله يعني عارضها في هذا الفيلم. ممكن الفيلم قبل ما ينزل كان في بعض المشاكل ان هو هيتعرض او مش هيتعرض، وناس كتيره قوي شافت ان دي اكبر دعايه خدها الفيلم قبل عرضه. هو يمكن ده من حظه يعني ان حصل يعني نوع من الجدل، وكان قرار مفاجئ ان كانت الرقابه وافقت على الفيلم طبعا، وبعدين في قرار بمنعه، بس كان لمده ساعات بسيطه ورجع تاني للعرض في ميعاده بنفس التوقيت وفي العيد يعني. نعم. لكن اللي هو اهتمام خالد يوسف بالقضايا الاجتماعيه، منها مثلا قضيه الفتنه الطائفيه او الزواج المسيحيه من مسلم او كده، يعني حصلت الى حد ما في فيلم مولانا السنه اللي فاتت، اشاره الى برضو الى القضيه دي. لكن هو طبعا خالد يوسف متميز بافلامه، بيبقى فيها الى جانب القضيه الاجتماعيه بيبقى عامل حاجتين السنه دي مهمين للفيلم، في الفيلم يعني انه فيلم اكشن يعني فيه حركه، بالاضافه لاستعانته بعدد كبير من النجوم. طبعا عمرو سعد وزينه هم الابطال، لكن في اسماء تانية كبيره جدا، غدا عبد الرازق ووفاء عامر وخالد صالح، ويعني في مجموعه كبيره، عبد العزيز وزينه. يعني احنا شايفين عمرو سعد وزينه هم الابطال. لكن هو حريص ان يعني السنه دي في ثلاث افلام حتى على فكره حريصين ان هم يقدموا مع يعني عدد كبير من النجوم في فيلم واحد. يعني في طبعا بطوله، لكن مع وجود حتى يعني حتى حلوا المشكله بيقولوا ايه ضيوف شرف يعني، لكن في نجوم في فيلم كارما، مجموعه نجوم، وفي في الفيلم اللي هو قلب امه برضه دلال عبد العزيز مع الشباب هشام وشيكو، وكمان فيلم حرب كرموز برضه بيعتمد على محمود حميده في واخد دور فيه الى جانب طبعا ابطاله الشباب. طب استاذ حسام، لو اتكلمنا عن دوافع نجاح هذا الفيلم، طبعا هو من اخراج الفنان خالد يوسف، لكن مدى اقبال الجمهور خاصه في فتره الاجازات، اجازه عيد الفطر المبارك، على الذهاب لمثل هذه النوعيه من الافلام وتفضيلها عن الافلام الكوميديا مثلا؟ هو يعني خالد يوسف اعتاد ان هو يقبل المنافسه، يعني ما مش من النوع اللي بيبعد عن مواسم الاعياد مثلا او كده، ما بتفرقش معاه، لان هو بيقدم الفيلم بشكل جماهيري قادر على انه ينافس الافلام الثانيه، سواء افلام كوميدي او افلام اكشن او كده، ان هو بيقدم توليفه خاصه بجماهيريه، وبالاضافه لاستعانته بنجوم وقضيه اجتماعيه ساخنه، فده كله بيخلي فيلمه قادر على ان هو يصمد
وينافس أفلام موجودة في السوق يعني. طب لو اتكلمنا عن فيلم حرب كرموز وهو من أفلام الأكشن وممكن هو بيتناول فترة الملكية في حكم مصر، يعني احنا شفنا الإعلانات بتاعة الفيلم وطبعا أمير كرارة هو فنان وأثبت وجوده في شهر رمضان على مدار موسمين من خلال مسلسل كلبش، يعني حضرتك شايف هذا الفيلم شكله ازاي وخصوصا هو من انتاج السبكي وكلنا يعني ما كناش متوقعين ان الصوره او اداء الفيلم يكون بهذا الشكل ويكون من انتاج السبكي في الاخر. ما هو السبكي الحقيقه في خلال يعني سنتين ثلاثه الاخرانيين بيستعين بالشباب، يعني فيلم حرب كرموز سيناريو واخراج بيتر ميمي، ده واحد من المخرجين الشباب الممتازين جدا لهم تجربة قبل كده ناجحة، فبالتأكيد هو استعان بمخرج شاب اللي هو بيتر ميمي ككاتب للسيناريو ومخرج مع نجم زي ما حضرتك تفضلتي زي أمير كرارة. هي دي البطولة السينمائية الأولى للفنان بالظبط أمير كرارة، وهو زي ما قلت أنه حقق نجاح جماهيري في مسلسل كلبش واحد واثنين، فالحقيقه ان ده يعني مفترض ان احنا نحيي اي منتج مش بس السوق، اي منتج بيدي فرصه لظهور نجوم جداد او نجوم حققوا نجاح في التلفزيون يديهم فرصه في السينما، سواء كان في التمثيل زي امير كراره او في الاخراج زي بيتر ميمي، فالحقيقه ان دي شيء خطوه ايجابيه يعني، بالاضافه طبعا الى إن الفيلم فيه مجموعة من النجوم الكبار في أدوار، في كمان مشاركة من النجم العالمي سكوت أدكنز. أيوة بالظبط، مع نجوم مصريين كبار، وده يعني برضو كل ده جديد على السينما المصرية، لكن هو مش جديد على أفلام الأكشن اللي بتسعى للجمهور. طب حضرتك شايف إن ده الجديد يعني بيوصلنا للعالمية بمشاركة نجوم عالميين، يعني دايما النجم المصري هو اللي بيشارك في فيلم عالمي، لكن مشاركة الفنانين الأجانب في هذه الأفلام ده بيدي ثقة للفيلم المصري. طبعا دي تجربة الحقيقة تستحق التحية جدا جدا، لأن نوعية الأفلام الحركة أو الأكشن بتعتمد بشكل كبير جدا على النجوم، يعني عمران خان مثلا الهندي بيظهر في كذا فيلم من انتاج هوليود رغم ان هم عندهم نجوم كبار، لكن بيستعينوا مثلا بنجم هندي في افلامهم، ده عشان بيزود قاعده الاقبال الجماهيري او حجم الجمهور اللي يشوف الفيلم. فالفترة اللي برضو خلال الخمس سنين اللي فاتوا نجح كتير عدد من الأفلام الأجنبية أفلام الأكشن سواء من إنتاج هوليود أو هندي أفلام هندية، فالاستعانة ببطل من الأفلام دي في السينما المصرية بيزود قاعدة الجمهور، يعني بدل ما يبقى حريصين إن هم يشوفوا فيلم الأجنبي القادم، لا ده كمان الممثل الأجنبي بقى عنصر من العناصر اللي موجودة في الفيلم المصري. لكن ده كان موجود كمان على في صناعة السينما المصرية والعربية في الستينات والخمسينات، كان موجود في الفترة مصر يعني المنتجين المصريين عملوا أفلام في تركيا وبيروت بعد 67، ده حصل فعلا ان في نجوم من الخارج ظهروا في افلامنا في فتره معينه، لكن الحقيقه ان السينما المصريه دايما بتبقى يعني بتتركز على الجانب المحلي، الجمهور يعني النجم محلي وجمهور محلي وبيحقق نجاح يعني، لكن خطوه الاستعانه بممثل اجنبي بتدي فرصه اكتر للفيلم وخصوصا للشباب اللي بيشوف الافلام الاجنبيه. نعم، احنا شايفين كمان في خطوه مختلفه نحو افلام
هادفه وافلام راقيه وبتخاطب الاسره المصريه بعيد عن افلام المقاولات او افلام السوق او الغرض منها الربح وخلاص. هو الحقيقه ان زي ما حضرتك كنت قلتي من شويه ان السمكي يعني احنا كنا متوقعين ان افلامه تبقى فيها خصوصا افلام العيد. افلام العيد، لكن الحقيقه ان هو بقاله فتره بيحرص سواء كان محمد او احمد السمكي يعني حريصين ان هم يعملوا نوعيه يعني فيها جوده فنيه بالاضافه الى الجماهيريه في الموضوع والابطال ونوع الفيلم اكشن او كوميديا. قبل كده كان في عدم اهتمام بالجوده الفنيه للفيلم، ودي مساله طبعا اثرت على مستوى الفيلم المصري في منافسته للفيلم الاجنبي في السوق المحلي. فالجوده الفنيه خلت الفيلم المصري قادر انه على المنافسه، ودي حتى كان استاذنا المرحوم سمير فريد كان دايما يقول ان السينما المصريه ناجحه في السوق المحلي جدا. وللاسف يعني ساعات في افلام يعني في سينمات اجنبيه او بلاد تانية افلامهم مش ناجحه، ولكن افلام هوليود مثلا انجح. لكن هنا في مصر دايما الفيلم المصري بيكون له جماهيريه خاصه الى جانب الافلام هوليود الشرق زي ما يطلقون عليها فعلا. احنا شايفين كمان في تركيبه يعني تم التخلي عنها في افلام سبكي زي ما حضرتك ذكرت، يعني اللي كانت تتلخص في ظهور البلطجي او الرقص والغناء دون قصه هادفه، او تكون انها يعني مستوى الفيلم مش على قد القدر المحبب بعاداتنا وتقاليدنا. يعني دلالات التخلي عن هذه التركيبة وانعكاسها على صناعة السينما المصرية، وخاصة احنا بحاجة للقدوة لشبابنا والأجيال الجديدة. هو الحقيقة في يعني سببين للحكاية دي. اولا طبعا ان كتير من وسائل الاعلام وتناوله زي ما حضرتك بتتكلمي قلتي تناولوا الموضوع دوت، ان ليه بيكون البطل بيستخدم العنف او عنده قدر من البلطجه او الضرب او كده، ان ده يعني بيدي صوره سلبيه للمشاهد وخصوصا صغير السن او المراهق المشاهد الصغير يعني السن. نعم. لكن حرص المنتجين على انهم يغيروا من النوعيه ديت بسبب ان فعلا وسائل الاعلام اتكلمت كتير في الموضوع ده، وعندهم حق ان كانوا بيطالبوا بان في صوره ايجابيه للمواطن المصري او للشاب، ما مش لازم انحدار كمان للمستوى الاخلاقي وخصوصا بالزبط. في فئه الشباب. ده السبب الثاني بقى، ان دي برضو يعني خلت ان بشكل عام المجتمع كله ينتبه للظاهره دي. ان طب ما هو انت بتقدم افلام فيها صوره سلبيه للشاب وناقصه الذوق والرقي. فبالتالي بقى في حرص على ان يبقى في صوره ايجابيه للشاب. بالاضافه كمان ان زي ما قلت لحضرتك ان الشباب في الفتره الاخيره بيقبل على مشاهده الافلام الاجنبيه، ودي على لها مستوى جيد في التنفيذ كفيلم سينمائي يعني. فطبعا ده خلى ان كمان الفيلم المصري ما يسيبش جمهوره للفيلم الاجنبي. نعم. فبقى يقدم جوده فنيه بعيد عن البلطجه والعنف يعني دي برضو يعني عوامل خلت اثرت تاثير ايجابي على مستوى الفيلم المصري. كان في تخوف كمان من انتاج او خوض المخاطره في انتاج افلام مثلا تاريخيه او السير الشخصيه او الذاتيه للعمالقه ان كانوا من الفن او الرياضه او في تاريخنا الحديث، لكن متهيألي الصوره دي هتتغير، وخصوصا الفتره القادمه هنشوف العديد من الاعمال وهنشوف منتجين هيخوضوا فعلا عنصر المخاطره. ما هو المنتج انا مع حضرتك ان التنوع والحرص على تقديم سينما مختلفه عن السينما السايده في مصر،
ده وارد جدا جدا، لكن بشرط انها تحقق النجاح الجماهيري. لان هو المنتج مش ممكن يقدم افلام تفشل. فبالتالي ان المعادله الصعبه ان الفيلم يبقى بيقدم مثلا مرحله تاريخيه سابقه او في افكار اجتماعيه او رؤيه مختلفه او كده، ولكن في نفس الوقت لازم يكون جذاب للجمهور علشان يحقق النجاح الجماهيري. فلو المعادله دي تمت هينجح الفيلم المصري بانواعه، سواء كوميديا او اكشن، او كمان لو فيلم زي حضرتك جد من الممكن جدا انه ينجح لو على قدر من الجاذبيه اكبر للجمهور يعني. طب نتكلم عن البطوله النسائيه. ومعظم افلامها بتخاطب الاسره من كبيرها لصغيرها. لو اتكلمنا عن البطوله النسائيه، يعني احنا عندنا قله في انتاجيه الافلام تكون بطلتها واحده ست، ده ايه اللي رجع لاسباب؟ هو السينما انعكاس للمجتمع يعني. طبعا هو الرجل في المجتمع المصري واخد فرص اكبر، و له يعني سواء في الانتاج او الاخراج او الاداء التمثيلي قادر ان هو يجذب قطاع اكبر من الجمهور. فدلوقتي كمان كتير من الفتيات بيقبلوا على الذهاب للسينما، وزي ما حضرتك قلتي الأسرة كمان، الأسرة المصرية بتقبل على إنها تروح للسينما. فبالتالي لما يكون في فنانة على مستوى ياسمين عبد العزيز قادرة إنها هي تدخل يعني قطاعات وأفراد تضمهم للجمهور المصري، سواء الأسرة المصرية أو الأطفال أو الشباب. فده كله عوامل بتخلي إن مفيش مخاطرة إن تبقى ممثلة زي ياسمين عبد العزيز عندها قبول جماهيري، بتقدم كوميديا وتعمل فيلم ناجح في السوق زيها زي اللي قايم على بطولة رجالي يعني. يوسف الشريف غاب عنا في موسم رمضان هذا العام، وكان من المفترض انه يعرض ليه فيلم في عيد الفطر المبارك له بني ادم، لكن لاسباب لم يفصح عنها هيتعرض في موسم عيد الاضحى. ما هو عيد الفطر السنه دي جاي مواكب لكاس العالم، ومصر طبعا مشاركه في كاس العالم السنه دي. فبالتالي كان في تخوف اصلا من يعني خمس افلام اتعرضوا في العيد، وفي حوالي خمس افلام برضو تانيين جاهزين للعرض، ولكن اجلوهم لبعد كاس العالم او على موسم العيد الاضحى بسبب المباريات وكده. فده شيء طبيعي يعني، حرص على النجاح اكتر يعني. نعم، احنا في النهايه بنشكر الاستاذ حسام حافظ الناقد السينمائي بجريده الجمهوريه، شكرا جزيلا لحضرتك. اهلا وسهلا معكم. مشاهدينا الكرام، فكرة هذا الصباح مستمره معكم بعد الفاصل، اهم الاخبار الاقتصاديه ومجد القاضي.